الأستاذ علي دغسني محاضرة حينية على غضب المحامين في تونس، كانت تفسر لنا الأسباب وتضع النقاط على الحروف. طبعا كما تلاحظ السبب الرئيسي هو ضرب السر المهني الذي أقسم عليه المحامي منذ بداية دخوله في هذه المهنة. هذه المهنة الشريفة، هذه المهنة التي لها تاريخ ضارب في التاريخ، لها قيمة كبرى في المجتمع. نحن ندافع عن ما هو موجود في المجتمع، بمعنى أن أصبحنا وبالعامية ومثل ما ذكرها سباب قواد، أن يقوم المحامي بدور أو بعون رجل المالية، أن يقوم المحامي بقائمة في حرفائه ماذا اشترى وماذا باع وماذا قام وما هي القضية التي قام بها. نحن الآن أمام وقفة تاريخية يسجلها التاريخ للمحاماة، التاريخ يسجل والمحاماة واقفة في التسجيل الأولى منذ تاريخها. المحاماة هي الآن الناظر إليها من الظاهر والناظر إليها من الداخل، هي تقف إلى جانب كافة أفراد الشعب، الشعب الذي ضرب من طرف هذه الحكومة، الشعب الذي لا أقول وقع مس كل جوانب الحياتية، كل جوانب المعيشة. المحامي الآن يقول لا، لا لمخالفة نص وهو إقامة السر المهني والقسم على ألا يعطي أسرار منوبه. هذه الوقفة لكي لا يخطئ الكثير أو القليل أن المحامي اليوم ينادي بمزايا أو بعطايا. نحن لسنا رجال عطايا، نحن رجال قانون، نحن ندافع عن هذا الشعب، نحن ندافع بكل قوانا من أجل رفع ما ذكر في مجلس النواب. هذا مجلس النواب لا قيمة له، لا قانونية ولا شرعية، يوافق على نص 34 أو 33 مخالفا لما لنص قانونيا معروف وهو السر المهني. كل مرة يصير تجاوزات قانونية الواحدة تلو الأخرى والأمور تتدهور في كل المجالات تقريبا. يا سيدي، يعني في المحطات وقع ضرب مثل ما ذكرت الجوانب القانونية، رجل القانون لم يحترم اليوم، ومثل ما شاهدتم تم الاعتداء على المحامي، تم الاعتداء على أفراد الشعب. نحن أفراد الشعب، لكن رجال القانون ليس لهم، مثل ما تلاحظ هذا الجمع الغفير. هبت المحامين اليوم لقولي لا لا لضد القانون. ديجاج لمن توا؟ أنت تسمع الديجاج، وأتمنى أن يكون نحن في البداية ضد هذا القانون، لكن أنت تسمع عموما المحامين ديجاج ديجاج. ديجاج لمن لا يحترم القانون. ديجاج لمن لا يحترم القانون، أحسنت في ذلك. اليوم ثورة محامين على مخالفة القانون هذايا، على خاطر على جميع المستويات القانون هذايا يعتبر كارثة، وإذا مر بصراحة ووقع المصادقة عليه هو على أبواب مصادقة. أما أنتم ما تعرفوا أنه المحامي هو وطبيب هو مؤتمن على أسرار الحريف نتاعه، وإذا وقع المس من سر مهني هو يعتبر كارثة على جميع المستويات. أنه كيفاش الحريف تحبه مازال يعطي ثقة للمحامي نتاعه، وكيفاش باش يتمن المحامي نتاعه الأسرار نتاعه. ولذلك نحن ندعو إلى الرجوع في هذا القانون وعدم ومقاطعته. في إطار قانون مالية، يعني مصادقة على فصل 33 والذي مس من سر المهني للمحامي، على اساس انه اداره الجبايه بامكانها وكونه تطلب محامي في توضيحات في كل الملفات اللي عنده في المكتب، وهذا من شانه مساس بالقسم اللي يؤديه حال دخوله للمهنه، هو ملزم على احترام هذا السر اللي هو صمام الامام بينه وبين المتقاضي وبين المواطن. يعني ككل معناتها مواطن يعطي ملفه او يعطي وضعيته في معناتها المحامي، ثم يقعد نفسه في المحامي مطالب بافشاء هذه الاسرار، هذا يبني مساس من سر المهني اللي يرتقي في عديد التشريعات الى مصاف الواجب الدستوري. يعني يلزمني كما شان بالنسبه للخبير المحاسب، كما شان بالنسبه للطبيب، كما شان بالنسبه للمحامي، يلزم يؤدي قسم في احترام
السرماني نتاعو. سامحني في نقطة، معناتها المواطن وقع تضييق عليه في كل المجالات، يعني تشري تكتب تمشي للمحامي نتاعك رد بالك باش يعدي لك الفلوس اللي عندك، يعني توا وكأن الدولة تصارع من أجل سلب هذا المواطن المسكين، يعني تخبي أي فرنك لازم باش يوصلوا له. شوف، يبدو كونه الدولة تطبق في تعليمات صندوق النقد الدولي، الأطراف المانحة، البنك العالمي وغيره، اللي اشترطت عليها مع بعض النصوص القوانين والقوانين المتعلقة بجانب يعني الجبائي وبجانب التصريح بالأداء بالنسبة للمواطنين، وهذا بطبيعته أرجع بطبيعة الحال بالوباء على الأطراف العاملة في القطاع الخاص اللي ما عادش ملزمين بالسر المالي. نراو كونه معناتها الدولة تخمم أكثر في عوض عن البحث عن الطرق للبحث عن موارد، تلقى نفسها في كل عام تسلط في قوانين مالية جائرة في غاية يعني تعبئة الموارد نتاع الخزينة. أستاذة، اليوم وقت يخرج المحامي إلى الشارع للدفاع عن الحقوق مؤشر خطر ومؤشر على أنه فما تجاوزات جمة في القانون. القانون هذا راهو جاء باش يزيد يجرد ويعري المحامي، لأنه راهو الدفاع على السر المهني ماهوش دفاع على المحامات، راهو دفاع على المواطن، راهو الإكسبير كونتابلي أساس خدمته وأساس ثقة الحريف فيه هي السر المهني. المحامي نفس الوضعية، الخبير المحاسبي نفس الوضعية، يعني السر المهني هو روح المهنة الحرة. سامحني، خلينا نوضح الأمور وباش المواطن يفهم. يعني المواطن يولي يخاف حتى من المحامي متاعه، معناتها المحامي متاعه يفشي بالأسرار المالية للحريف ووصلها للدولة. هذا المطلوب منا، المطلوب منا وأن ننقل أسرار الحريف للسلطة التنفيذية، لإدارة الجبية. إدارة الجبية عجزت إدارة الجبية باش تلم الأداءات متاعها رغم الأجهزة اللي عندها في الدولة الكل، التجأت إلى آخر حل عندها وهو المهنة الحرة. يعني المهنة الحرة مطالبة اليوم باش تولي صبابة للحاكم. خلينا نوضحوها، معناتها يقول للمواطن مسلوب مسلوب، معناتها وين باش تمشي راهو فما شكون يقدم الفيشة نتاعك. وين ما باش تتحرك، وين ما باش تتحرك المواطن، وين ما باش يتحرك راهو سره ماهوش باش يكون في بير. كما يعتقد هو يدخل المكتب المحامي فما باب مغلق يحفظ السر المهني، توا ما عادش. المطالب انه يقدم المحامي، مطالب انه يكون عنده عاون رقابه في المكتب يتولى نقل اسرار حرفائه الى اداره الجبايه. خليني نسالك سؤال ونحبك تجاوبني بصراحه. تجاوزات قانونيه جمه في شتى المجالات من قبل المسؤولين والنواب والسياسيين والناس الكل، من يحمي المواطن الغلبان من تجاوزات هؤلاء؟ من يوقف طيار التعدي على القانون؟ والله في اعتقادي انا توا انه نخب تونس هي اللي قادره باش تقف، ما فماش غير النخبه، ما فماش غير الصوت الحر هو اللي قادر باش يعبر على مشاغل المواطن وباش يسعى لحماية المواطن من هالتغول اللي صار، من تغول السلطة اللي ماشي ويكبر وماشي ويقوى. راهي قوانين جمة قاعدة تهبط وطريقة تطبيقها ماهيش واضحة، والمواطن هو اللي ماشي ضحية في إطار هذا كل. ما فماش حد متضرر من عمليات هذه غير المواطن. أستاذ كمال سقطني، قوانين مسقطة من صندوق النقد الدولي وغيره من المنظمات الدولية على تونس، آخرها هالبدعة نتاع القانون هذية اللي فيه تعدي على حقوق الحريف قبل المحامي، وقت المحامي يولي يعطي في أسرار حريفه يظهر لي مشكلة كبيرة وأزمة باش تقوم بينكم بين الحرفاء. فعلا فعلا هو يتناقض مع قانون المحاماة وخاصة مع السر المهني، الفصل المتعلق بالسر المهني، ويتعارض حتى مع قوانين أخرى، وبالتالي هذايا باش يأثر معناتها بطريقة سلبية ومجحفة في مهنة المحامي. المحامي باش يصبح واشي للمؤسسات الدولة، وغير المحامي زادا حتى المهن الأخرى زادا كيف كيف، الطب والمهندسين والخبراء المحاسبين محمولين على التبليغ بالحريف في صورة ما إذا عنده مثلا أموال معاش فاسدة أو غير ذلك. وبالتالي احنا مطالبين باش نحافظوا على السر المهني، مانيش مطالبين باش نوشيو بالحريف. أستاذ نحب نسألك وأريد إجابة بصراحة،
ما تراش يقع التضييق على المواطن البسيط في مكافحة الفساد في الوقت اللي الكبارات ولا الحوت الكبير مسيب؟ هو اصدر قبل القانون هذا يصدر قانون يتعلق بالتبليغ في خصوص الجرائم الإرهابية، هذيك ما عرضناش فيها باعتبار المسألة تمس البلاد كامل وتمس الوطن، ولكن هذه بالنسبة للفصل هذا يتعارض بشدة مع قانون المهنة، مش ممكن تطبيقه. صحيح أنه فما أحيانا يكون الحريف يكون عنده موضوع متاع فساد ولا مال متاع فساد، ولكن المحامي مجبر بشي يحفظ سره. فما طرق أخرى تكشفه. سامحني، هو في العالم أجمع المواطن لما يلتجأ إلى المحامي فهو يبحث على خلاص ويبحث على حلول ويبحث على منقذ، إذا كان المنقذ بطبعه مغرق فكيف سيلتجأ إليه؟ لا، مش مغرق، قضية في صميم مهنته المحامي، السر المهني في صميم مهنته، من الجمش يخرق المبدأ ذايا، من الجمش يخرقه، فهمتني؟ ما نجمش يخرقوا.